أنا أعتقد أنه عيب قوي على الأمة العربية كلها بكل الكيانات الاقتصادية اللي موجودة فيها، لما النزاع فيها يروح لفرنسا ويروح للندن ويروح لمؤسسات التحكيم العالمية، والله أعلم بقى إيه اللي بيحصل هناك. لكن شرف كبير جدا أن تحت مظلة المجلس الاقتصادي العربي أنه يلم شمل الأمة العربية أولا في مشروعات اقتصادية كبيرة، ويشكل اتحاد التحكيم العربي، ومنه تنبثق محكمة لفض النزاعات الإقليمية أو العربية بين الأشخاص أو بين أشخاص ودول. الحقيقة التشكيل جيد جدا وبيحوي كل الأمة العربية، يعني ممثلين من كل الأمة العربية، وحيبقى في مجلس إدارة في كل الأمة العربية، في جمعية عمومية فيها كل الأمة العربية، في كل من يريد الانضمام إليها. وبالتالي عندك يعني تشكيل قطاعي على مستوى القطاعات الإنتاجية وتشكيل جغرافي على مستوى الدول العربية، وبالتالي أنت جمعت كيان جديد بيحكم الأمة العربية في أي منازعات. الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار كان حلم عند المستثمر العربي وبات واقع ملموس الآن، وخلال أشهر قليلة قادمة سوف يملك الوطن العربي كيانا قويا يزيد من فرص الاستثمار بين الدول العربية